محمد المناحي اقوى من دوره فهذا اثر عليه في التصويت. ننتقل سؤال يا جيان بس الله كتب يقول كارك سؤال يا جيان بما انك مع حاتم في نفس البرايه طيب هل توقع تاخذ الحصان الجمهور؟ ممنوع. اول شيء نتمنى الرب يعين الاستاذ حاتم الحربي بكره في البرايم بما ان جات عقوبات من ضمنها منع حصانه الجمهور. انا قلت لهم عشان اعطيك اياها. ويا رجل انا 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 اذا بغيتها احتاجها بدونك. ها؟ اذا بغيتها اخذتها بدونك. لو ما الحصاله ما تفرح. رجاء التزم الصمت. انت في جلستي الحين انا ملك البرايمات اقرر من اليوم. انا ملك البرايم بيطلع بكره. انا اقول لو ان ما منع من الحصانه ما تاخذ حصانه الجمهور. تقصد من؟ انت. حاليا؟ والله هذا الشيء الجمهور يعلم فيه ما حد يعلم به. لكن اللي انا متاكد لو اجتمعتوا في اسبوع ثاني ولا ثالث ما راح تاخذ حصان برايم. اللي انا متاكد منه مع الاسابيع القادمه باذن الله يا حاتم ولا هو بقصور فيك لكن انا عندي يقين اني راح اجتهد وعندي يقين اني راح اكسب ان شاء الله جماهيريه وعندي يقين اني راح استحوذ على حصانات الجمهور في القادم باذن الله. ما يصير جاي ترضيه كان ماسي قبل شوي تحت البث اعطيته استانس انا بعد اقول له خذها ما دام حاتم ممنوع من الحصان. يعني لو ما الحصان اخذها سواء ممنوع ولا متمنع امزح عشان ما يقولون ذولا دري. انا ما ادري عن الحصان كملها بشخص حاتم. لا حاتم بشخص انا بس الحين فيحان بن ماضي اول برايم تدخله صح بس دقيقه ما جعله هذه عيال قد كلامكم دوره عيال سوي له كشن ثاني كشن ثاني احنا جالسين بالارض وانتم جالسين فوقنا ما يصير ولا لا احنا بس كنا نبي يا اخوان نكمل محور حديثنا. فيحان بن ماضي هل هذا اول برايم لك؟ يا الربع انا اكتشفت شيء اكتشفت معلومه يا شيء يا اخي مبسوط اكتشفت معلومه يا عزوز انت وهكت معاونيك ودخلتهم برايم وانت سلام شوف والله هذا منصة الابراس بالحق دقيقه خلها حاتي هذا منصة الابراس من القدح اللي بروسهم قالوا احنا نبي برايم قلت ابشر والله